نقل وفلاء طبية إن شاء الله إلى مدينة الرياض. مستشفى طبية اليوم كم ولا؟ مستشفى طبية طبعا مرت لإجراء الفحوصات المتقدمة في مدينة الرياض إن شاء الله، تم التأكيد مع المستشفى التخصصي وإعلامه في تقدم الحمد لله كل أمور إن شاء الله مستحيل نكون حالة شو اسمه؟ لا لا هو مبخص كان لا تسوي أبد أي شيء يقول لهم أي خالف بس معنى كاين لو قلت مبخص ما تشوف شر ما تشوف شر إن شاء الله وعافى إن شاء الله وما تقول إن شاء الله حبيت الله عليك.